بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني واخواتي في المحاضره الخامسه من دوره بي اتش بي ومساعده البيس مع مشروع التخرج. في هذه المحاضره ان شاء الله سنتكلم حول الاوبريشن او الاوبريشن عفوا نتكلم حول ادوات معينه اللي هي الاوبريتر. زين يعني هنتكلم حول اوبريترز معينه. إذا تلاحظون أنه أنا فاتح الـ OneNote أريد أكتب هنا بالمحاضرة السابقة أخذنا إف سبب معين أن يكون A يساوي B. زين قوس جواب أخذنا هذه المحاضرة السابقة. اليوم هناخذ باقي ما وجد بين الـ A والـ B من عمليات. ما عندي بس عملية يساوي، عندي هاي حستنسخها إلى 6 2 3 4 5 6. أول عملية عندي هي اليساوي، ثاني عملية عندي هي اللا يساوي. في هذه العملية بمعنى إذا كان أنفك لا ينزف دما أنت بصحة جيدة. زين هذه تأكيد اليساوي في هذه العملية، وأكد علامة الأصغر، علامة الأصغر أو يساوي بمعنى إذا كان A الذي هو مقداره 7 أصغر من B الذي هو مقداره 10، قم بعمل جمع للرقمان. إذا كان A الذي هو مقداره 7 أصغر أو يساوي B الذي هو مقداره 7 فقم بطرح الرقمان. ثواني. أوكي. إذا كان A أكبر من B 7 أكبر من 6 إذن اجمع الرقمان. إذا كان A نعم ذكر جاهز يسوي المفتوح البرنامج. إذا كان A أكبر أو يساوي عفوا أكبر أو يساوي B 7 أكبر أو يساوي 7 اجمع الرقمان إلى غيره من تلك. هذه في حال وجود جملة سببية واحدة، في حال وجود جملة سببية واحدة. لحد الآن أنا أقول إذا كنت أنت في صحة جيدة فلا تذهب للطبيب، وإذا كنت في صحة غير جيدة اذهب للطبيب. لاحظوا أنه سويت هنا جملتين، كل جملة علي على F، بس أقدر أسوي بF وحدة جملتين بF وحدة جملتين. يعني هل أقدر أن أقول إذا كانت أسنانك بصحة جيدة ورائحة فمك ذات رائحة طيبة فلا داعي لغسل أسنانك الآن؟ زين أقدر أسويها؟ أقدر بمساعدة الأدوات التالية: الأند والأور. الأند إذا تشرحها تطلع عندك النتيجة مالتك، هسميها N تساوي صحيحة إذا كانت الجملة رقم 1 صحيحة والجملة رقم 2 صحيحة. يعني إذا أنت ريحة فمك طيبة وغاسل أسنانك فماكو داعي تغسل سنونك هسه. زين وجواب يكون
خطأ إذا كانت الجملة الأولى صحيحة والجملة الثانية خاطئة، أو إذا كانت الجملة الأولى خاطئة والجملة الثانية صحيحة، أو إذا كانت الجملة الأولى خاطئة والجملة الثانية خاطئة. بمعنى آخر، إذا كانت أسنانك نظيفة وراحة فمك غير يعني أسنانك نظيفة وراحة فمك غير راحة غير جيدة، فشي يقول له؟ ما حيقول له اجلس ولا تغسل أسنانك الآن، بل حيقول له قوم اغسل أسنانك هسه. وإذا كانت أسنانك ما نظيفة بس رائحة فمك طيبة، هم حيقول له قوم اغسل أسنانك الآن. وإذا كانت رائحة فمك غير نظيفة وكانت أسنانك همينة غير نظيفة، فهم قوم اغسل أسنانك الآن. زين، فهاي نتائج الآن. هسه نتائج الأور. الأور إذا كان عندك الجملة الأولى صحيحة، يعني النتيجة تكون صحيحة، إذا كان عندك الجملة الأولى صحيحة والجملة الثانية صحيحة، وتكون هنا همين الجملة تكون هم صحيحة. إذا كان عندك الجملة الأولى صحيحة والجملة الثانية صحيحة، عفوا خاطئة، عكس الأند. وتكون هم عندك صحيحة إذا كانت الجملة الثانية الجملة الأولى خاطئة والجملة الثانية صحيحة. بمعنى آخر، إذا قلت لك إذا كانت أسنانك نظيفة وكان حالك نظيف، ماكو داعي تغسل أسنانك هسه. هاي واحدة. إذا كانت أسنانك نظيفة وكان حلقك غير نظيف، ماكو داعي تغسل أسنانك هسه. هاي الثانية. إذا كانت العفو عندي كمان الفيديو. إذا كانت أسنانك غير نظيفة وكان حلقك نظيف، ماكو داعي تغسل أسنانك هسه. النتيجة مالتك تكون خاطئة بحالة واحدة فقط. يعني هي فول سيستم كتب صار كنا نعرف. المهم، فتكون عندك جملة خاطئة بحالة واحدة فقط. إذا كان عندك الأولى خاطئة، العفو الأولى تكون خاطئة والثانية هم تكون خاطئة. زين، بهاي الحالة فقط تكون عندك الجملة خاطئة. زين، باقي الحالات عندك الجملة تكون غير خاطئة. نجي ننفذها بالبي اتش بي. حقول لك اكس يساوي 1، واي يساوي 1. حقول لك اف اكس ساوى 1، لاحظوا الآن شلون تنكتب بالـ PHP. تنكتب الآن هكذا، الواي بس اكو غلط، انتبهوا لي على الغلط، اكو غلط عم اشوفه. الواي تساوي 1، بعدين يجي الجواب. الغلط مالتي هو هنا، خلي عنده بعدين يجي الجواب. فجوابي حيكون echo x زائد y. فأسيب أفش، حيطلع عندي الناتج غلط. ليش؟ زين، لأن أني أوكي
خلنا نقرا ليش error syntax يقول لي هاي زين انا بدل هذا الان كنت فاقد الأقواس الخارجية زين الجمل تكون داخل الاف ممتاز وهاي الأقواس الخارجية اللي أنا نسيتها استضفتها يعني بصورة أخرى أجي على النوت باد لازم عندنا أقواس خارجية هنا أنا بعد على مود أكثر من جملة يحيط بالجمل الباقية زين حاليا هسه هاي عندنا الاف زين اذا اسوي الواي اثنين حيطلع لي شيء ما حيطلع لي ناتج بس اذا اغير الاند للاور اللي شكله هيجي حيطلع لي شنو ثلاثة ليش لهن اور عكس الاند الاور ما يحتاج انه تكون الجملتين الا اثنيناتهم صح لا ولو جمله واحده من ذن الجملتين او من ذن ال 80,000 جمله فهو ياخذ صح هسه حاليا هذا اللي بتذكره لحد هسه اكو شغلة اخرى على الاف انا اتطرق لها لان حتفيدنا اللي هي الانكريمنت والديكريمنت الانكريمنت والديكريمنت الزيادة بواحد او النقصان بواحد بهاي بالحقيقة كل شيء يصحوا له اوتو نمبر موجود داخل الداتابيس بي يا اما انكريمنت يا اما ديكريمنت زين فلو اجي امسح ما داخل بي اتش بي أريد أوضح شنو increment وشنو decrement إذا أكتب x متغير x يساوي x يساوي مثلا خلينا نقول واحد بعدين أقول echo لاحظوا متغير x زائد واحد هنا أنا سويت increment يعني زيدته بواحد اقدر اعبر عنه بهاي الصيغه واقدر اعبر عنه بهاي الصيغه لاحظوا عندي ما اختلف الواحد هنا ظل واحد ما زاد بواحد بس اذا اشيل ذن الزائد هو قيمته زادت زين هو قيمته زادت اذا اجي اسوي مات اللوخي اكو له جوه واحده شوف كيف حيصير حيصير معش المهم صار واحد وصار اثنين لان هذا اتطبق قدامي فاذا امسح الايكو حيصير بس اثنين تلاحظون انا هنا قلت له اكس يساوي اكس زائد واحد بس هذا الواحد يزيد يلا بعدين اقدر اسوي له ايكو ما اقدر اسوي له بنفس المكان ايكو زين اذا اقدر اسوي له بنفس المكان ايكو لاحظوا اذا هسه ازيد مات اللخي هذا نوع من الانكريمنت انه احط زائد زائد ورا الاكس فمن اسوي ما يزيده الا ورا بخطوه يعني انزل اسوي له عرض مات اللخي يلا زين بس اكو نوع اخر من الانكريمنت اخليه قبل ال هذه هنا اي قبله شوفوا هسه حيعرضه ثلاثة
يعني مختصر الحكي، هذا قدامكم هسه حاليا اول واحد، من دا اقول له ايكو، من دا اقول له ايكو جاي اقول له اعرض بعدين زيد بواحد، بس هنا أنا جاي اقول له زيد بواحد بعدين اعرض. هذا الانكريمنت، الانكريمنت معناه زيادة بواحد. زين بالحقيقة هاي الاعرض قبل وبعد الزيادة هاي كلش تأثر تفيدنا بعدين بالاف بالوايل بالفور اللي يهمنا لوبات. فباستخدام هذا الامر اقدر اني خلنا نقول انه انا عندي فد ارقام يبدي من واحد للسبعة. زين انتبهوا، من الواحد للسبعة، فهاي كلها انكريمنت، كل ساعة يزيد بواحد، فيعرض لي واحد، يعرض اثنين، ثلاثة، لحد السبعة هم يعرضها. زين بس بالاخير هم يزيد واحد ويوقف ورا السبعة، فاقدر اقول له اوقف لحد السبعة لا تعرض لي وراها، واقدر اقول له اوقف لحد السبعة واعرض لي وراها. زين فهذا الانكريمنت. الديكريمنت شنو؟ الديكريمنت اذا اسوي الاكس رقم 10 زين، واجي اسوي الديكريمنت، الديكريمنت هو ناقص ناقص زين، فحيطلع نفسه 10 لاحظوا، بينما من اجي اشيل الديكريمنت نفس الانكريمنت اوضعه قبل الاكس حيصير 9. زين هذا ما يخص الانكريمنت والديكريمنت والأوبريتر اللي أخذناها، أوبريترز اللي أخذناها اليوم. إن شاء الله فهمت المحاضرة. المحاضرة الجاية أكيدة حنبدي باللوب، اللوب منا وغادي هي أهم فقرة حناخذها. زين لأن ورا اللوب حنفوت بال ال variables اللي global variables والsuper global variables، وراها نبدي نشتغل بالربط مال ال PHP ويا الداتا بيس. طبعا ما بنشرح محاضرة داتا بيس، فاليوم خلصت المحاضرة وفي